حساباتك الانتخابية اتغيرت على مدى الأسبوعين اللي فاتوا، وخصوصاً إن إحنا بقى شفنا التطورات الخاصة بإجراءات بخطوات محددة. حساباتك الانتخابية اتغيرت، وده شيء طبيعي في أي حملة. بس مطلقاً لم تتغير ولا بنسبة 1%، لأن أنا من أول لحظة يا أستاذ شريف عندي قرار. ولو رجعت حضرتك أي برنامج تلفزيوني أو مؤتمر أو أي كلام قلته من أول لحظة هو أنا سيدي مرشح لما أعتقده، لرسالتي، للوضوح. شخص عاش ثقافته، هوايته الثقافية طول عمره هي البحث في السياسات اللي ممكن تنهض مجتمع. فلما أجي أتقدم بتقدم بسياساتي أنا، برؤية أنا، الرؤية الواضحة. ودي ثقة رهيبة في أنه حازم صلاح أبو إسماعيل سيحصل على الصوت اللي عايز حازم صلاح أبو إسماعيل بأفكارها. برافو عليك، هو ده اللي أنا عايزه. أنا لا أريد، شوف، في خصمين ليا في الأصوات. الخصم الأولاني الشخص اللي مش عارف أنا بقول إيه، اللي عنده ناحية انطباعية منه له كده، أو الشخص اللي ياخد كلام أنا أقول كلام يمشي على الناحيتين، يعجب دول ويعجب دول. أنا لا يمكن أعمل كده. أنا كلامي مواقف، يعني كلامي موقف. وأنا بالعكس، أنا أحذر كل الناس، أحذر أهلي جميعا في مصر، اللي كلامه حلو ما ينفعش، لازم يبقى كلامه موقف. مش ده يعمل استقطاب يا فندم، مش ده يعمل نوع من الاستقطاب؟ أنت كده بتحدد إنه اللي هيحطك على مقعد الرئاسة هو الصوت الإسلامي، هو قاعدة المرتبطة. لا ده كلام حضرتك أنت، ده مش كلامي. أنا قصدي أقول لك إيه، افرض أنا في الناحية الاقتصادية جاء حد يقول لي إيه رأيك في الاقتصاد الأقرب لليسار اللي هو دور الدولة، واحد تاني إيه قال لي إيه رأيك في الاقتصاد الأقرب للاقتصاد الحر اللي هو اقتصاد السوق. أنا ما أقولش كلام علشان اليمينيين واليساريين يتبسطوا، أنا أقول موقفي. فلو قلت موقفي هتنتخبني بناء على الحقيقة. إنما قد يكون معظم المرشحين في بلاد العالم، ما أقصدش هنا يعني بصفة عامة في انتخابات، تقصد جميع أنحاء العالم بما فيهم هنا. ده قصدك صحيح، أنت خطير حضرتك، وأنا لازم أخد بالي. لا يا فندم، عفوا، يعني بصرف أو هنا ما فيهاش حاجة، هتجد معظم المرشحين يقول الكلام اللي يفلت من وضوح الموقف. ولذلك تلاقي معظم المؤيدين له بعد الانتخابات تنخفض شعبيته، لأنه بيبان على حقيقته. هو قال كلام حلو، هاي الكلام رائع، إنما مش كلام موقف. فلما يجي يبتدي يتخذ مواقف يقولوا الله كان فين. وده موجود في الانتخابات المصرية برضو، عشان أريح حضرتك. أيوة ده موجود أن هناك أنواع من الخطاب اللي تخلي الناس كلها مبسوطة وتقول الكلام الوطني العظيم الهايل اللي ما حصلش، لكن لما تيجي تدققه تجده كلام لا موقف فيه. أنا مش ده أبدا. أنا الشخص الذي أصدق أصارح بما في نفسي، وانت ما تنتخبنيش لما ما يعجبكش وتنتخبني، يبقى حينئذ التصويت يطلع مظبوط جدا. ليه بقى؟ لان انا محتاج الناس دول معايا. اذا حسابات الناس دول بكره الشعب ده انا محتاج له معايا جدا. انا محتاج له يخرج معايا، محتاج له هستعين بيه يوميا. مش هيبقى شعب انا بطلع قراراته هو يتلقاه، انا محتاج لهم. والرئيس اللي جاي اللي مش هيعرف يفعل الشعب معاه يوميا، انا متاكد ان الشعب هيخرج اصلا ضده.